يا صباح الخير يا حبايبي يا حلوين. اليوم بدي اعمل لكم بناء على طلب متابعه لي اسمها الاء جمال، بوجه لها تحيه. طلبت مني، شافتني لما عملت ليل لبنان حطيت عليه زهر الليمون. زهر الليمون هذا انا اللي عملته، هو زهر الليمون الكذابي، وهذا زهر الليمون كتير كتير سهل وزاكي، وممكن احنا نعمله مربيات بس بدون الصبغه اللي هي الجزريه. بس انه انا خليني افرجيكم المكونات وعشان نروح على طريقة العمل. اول اشي كتير سهل، هذا زهر الليمون الكذابي اللي هو عبارة عن كاسة من السكر وكاسة من كاسات متساوية بنفس الاكواب المعيارية اللي انتو بتقيسوا فيها نفسها، كاسة من السكر مع كاسة من الجزر المبروش برش طولي، ونص كوب من نفس الكوب، نص كوب من الماء. بعدين شو بدنا يا حبايبي يا حلوين؟ بدنا معلقة كبيرة من الليمون أو رشة ملح الليمون، وهذا اختياري اللي بده يحط ليمون أو حط ملح ليمون. في عنا معلقة كبيرة من ماء الزهر ومعلقة كبيرة من الصبغة الحمراء اللي هي زي هيك أو بودرة اللي بدكم إياها، أنا حطيته بالعيار عيرت. وبدنا تقريبا الجزر المبروش. خلينا نروح على المكونات. بدنا احنا ناخذ مبرشة، وهي المبرشة يا حبايبي يا حلوين بدنا نختار احنا البرش الكبير او الوسط. انا عندي هذا البرش، طبعا انا حكيت لكم حلاوة القرع عملتها بس حطيت عليها كلس. احنا هلا هون ما بدنا الكلس، احنا بس بدنا ان شاء الله كمان بتشوفوه حلاوة القرع كتير لذيذ طلع وطيب. بدنا احنا نعمل بشكل طولي، فما بدنا نروح ونرجع، بس بدنا هيك عشان تطلع معنا الحبات حلوة وفيها هيك طول عشان احنا نعرف نزين فيها. شايفين بهذا الشكل، وهيك احنا بنكون عملنا البرش. خلينا نروح على طريقة التحضير، ان شاء الله اكون اوضح لكم اياها بسهولة. هاي عنا احنا الطنجرة، شو اسمه، بدنا نحط بالطنجرة اول اشي اللي هو اكيد السكر، وبعدين نص كوب الماء، كوب السكر ونص كوب الماء، ونحط الليمون وعلى الغاز. خلينا نروح على الغاز وفرجيكم طريقة العمل. وهيك يا حبايبي حلوين، هاي حطينا المي والسكر والليمون على الغاز، هاي بلش يدوب السكر لانه انا كنت حاطه المي نص الكوب هو مي سخنه عشان ما اطول عليكم. وتقريبا نص ساعه بتكون عقدت وجهزت. احنا ما بدنا القطر، احنا بدنا اللي هو نعمل زهر الليمون. فهلا بنضيف، هاي خلص داب السكر تقريبا، بنضيف كوب الجزر ومنخليه على نار اول اشي متوسطة، بعدين منهدي النار عليه عشان القطر ما ينحرق. وهاي انا دايما بحكي لكم اياها، مننتبه لهذا الموضوع. وخلينا شوية في، بضل عنا الصبغة وبضل عنا الماء الزهر اخر اشي منضيفه عشان يعطينا نكهة زهر الليمون. وهذا كله يعني حكيت لكم لانه اصلا الكمية كتير قليلة، تقريبا نص ساعة ان شاء الله. بحط لكم كمان المقادير زي ما حكيت لكم بصندوق الوصف. وهذا زهر الليمون اللي انا عملته الكذابي، انا بستخدمه للحلويات الشرقية مثل القطايف العصافير، كتير منظره حلو بيكسر اللون. ليالي لبنان، حلاوة الجبن، كل هاي الشغلات انا بحطه بزين فيه، وممكن تزينوا فيه كتير من الاطباق الشرقية. وهلا بس بدي انا اياه شوية يغلي مع بعض، يصير هيك شوية الجزر شفاف، وبرجع لكم. وهلا يا حبايبي بعد 10 دقايق تقريبا صار شوية الجزر عنا شفاف. هون انا لا بحط كلس ولا بحط اي اشي، لاني انا اللي عايزيته هو هذا الجزر يكون حبته واقفة وما اطبخه كتير عشان انا بدي ازين فيه فقط لا غير. اذا بدنا نعمل مربى الجزرية ممكن تروحوا على فيديو القرع اللي انا عاملته، بلكي انزل لكم اللينك وتشوفوه، وتقدروا بتعملوا الجزر بنفس طريقة
مربى اليقطين أو حلاوة القرع. هلأ بدنا نضيف الصبغة، لازم تكون الصبغة حمراء، ومن صبغة لصبغة طبعا بتختلف، انتوا بتشوفوا لازم يكون اللون، يصير اللون هيك أحمر، شايفين؟ هلأ طبعا أحمر وبرتقالي، هلأ حبات الجزر المبروشة بتأخذ اللون وبتعقد تقريبا، حكيت لكم يعني تقريبا نص ساعة لبين ما تصير كلها رغوة، بتكون استوت زهر الليمون الكذابي. خليني أنا أترككم شوي وأرجع بس يصير عنا عليه هيك رغوة وأفرجيكم إياه. وهلا يا حبايبي يا حلوين صار كله عبارة عن رغوة، هي استوى وعقد السكر، شايفين؟ هيو هيك صار جاهز، هيك خلص جهز، ما بدي إياه ينشف أكتر من هيك ولا بدي إياه يستوي أكتر من هيك، بدي حبته تضل واقفة. وهلا هيك كيف إحنا بنتعامل معه زهر الليمون؟ هذا زهر الليمون بنصفيه هيك بالمصفاي عشان احنا ناخد طبعا انا بحفظه بالقطر تبعه عشان ما يصير له ولا اي اشي، ولما اذا تجمد بضبه بالتلاجة، اذا تجمد بتسخنوه بالميكروويف برجع جديد او على البخار، بصير برجع كأنه هلأ عملتيه. انا في عندي من السنة الماضية مربى عملته برمضان الماضي، شايفين بالتلاجة ولا اشي صار له، بطول وبزين كل حلوياتي، حتى هذا مبروش أنعم من هذا، هذا منظره أحلى، شايفين؟ هذا هو مربى زهر الليمون الكذابي. وبعدين هيك إحنا منزين فيه، خلينا أزين مع أنه هلأ سخن لسه، بس خليني أزين وأفرجيكم قديه هو بيعطي، بيكسر اللون الأبيض. مثلا أنا بدي أحط أكتر من حبة، كيف انا بقسم القطع، مثلا هنا قطعة هنا قطعة، وهنا انا عملت هاي ليالي لبنان بس عشان افرجيكم، لانه موجودة طبعا ليالي لبنان على قناتي، عملتها وزينت فيها، وشكرا لمتابعتي اللي طلبت مني هاي الوصفة. وهيك احنا بنكون عملنا زهر الليمون. ولا تنسوني يا جماعة باللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وفولو على الانستغرام وعلى تيك توك وصفحتي مطبخ مريامة بالتاء المربوطة، شايفين؟ وطبعا اللون الأحمر انتو بتتحكموا في كمية اللون، شايفين ما أحلاه. وبنرجع أنا لما بدي يبرد برجع بحفظه كليته المرتبان، بحطه بمرتبان هو والقطر تبعه، لبين ما أنا أحتاجه بطلعه وبستخدمه امتى ما بدي. وهيك احنا بنكون خلصنا وصفتنا، وبلاقيكم على طاولة العرض. وهي احلى وألذ واطيب مربى زهر الليمون مزين فيه اطباقنا الشرقية يا حبايبي يا حلوين، من الألذ واطيب الوصفات من مطبخ مريامة. وباي باي.